محافظ البصرة ماجد النصراوي أعلن استقالته من منصبه نافيا خلال مؤتمر صحفي صدور أي مذكرة اعتقال بحقه من قبل هيئة النزاهة. ولا أريد أن أكون حجر أثرة في تقدم مدينتي، حيث أن الهدف من بقائي في هذا المنصب هو تقديم الخدمة لأبناء البصرة الكرام، وبناء على تلك المعطيات أقدم استقالتي رسميا من منصب محافظ البصرة إلى ممثلي الشعب البصري مجلس محافظة البصرة الموقر، ليختاروا شخصية بصرية تلبي طموحات المجتمع البصري، وسأكون مساندا وداعما ومستشارا للشخصية المنتخبة الجديدة لحين اكتمال المشاريع المخطط لها.